مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمل وحياة. برنامجنا هادف ومتنوع، هنتكلم فيه عن كل المشاكل والقضايا اللي تهم الشارع المصري والشأن العربي. معانا في كل حلقة ضيف جديد وموضوع جديد. النهاردة برنامجنا النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن السحر والدجل والشعوذة ورأي العلم من الناحية الدينية والناحية الفلكية والناحية القانونية. كذب المنجمون ولو صدقوا، هل هي آية أم حديث أم جملة لقيطة؟ ما هو السحر؟ ما هو التنجيم؟ ما هو الشعوذة؟ وما العلاقة بينهم؟ ما هو علم الغيب؟ هل التوقعات الفلكية علم أم غيب؟ كل ده هنعرفه معانا النهاردة في حلقتنا مع نجومنا وضيوفنا الدكتور محمود الشامي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. خبير الفلك الكبير. اهلا وسهلا. والدكتور سيد ابو شنب عميد كليه اللغه العربيه جامعه لا الازهر. عميد سابق بجامعه الازهر. عميد سابق بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك. عميد كليه اللغه العربيه الان اخي وصديقي الدكتور عبدو ابراهيم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور سيد، عايزين نعرف ايه هو السحر والدجل والشعوذه من خلال العلم والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فكل التهاني لقناتكم الجميلة ولسيادتك على وجه الخصوص وللشعب المصري كله بالعام الهجري وبمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ننتظر نفحاته العطرة من الآن. فحبيت أكون أول واحد بيهني الشعب المصري بالمولد النبوي كما نتقدم بأسمى آيات التهنئة للقيادة المصرية والحكومة المصرية والشعب المصري كله، وأن يعيد الله هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، ونحن ننعم بهذه الإنجازات التي لا تخطئها عين في طريقنا الآن لمدينة الإنتاج الإعلامي الكباري والطرق. ما شاء الله. العمال لا ينقطعون عن العمل في هذا العهد الزاهر الذي نرجو له أن يكلل بكل النجاحات إن شاء الله. اللهم آمين. أما سؤال حضرتك، السحر، الدجل، الشعوذة، التنجيم، كل هذه المسميات تطلق على الشيء الذي يخفى ويدق فلا تكاد تتبينه العين. يعني حينما ينظر إنسان إلى عيون امرأة جميلة ويقول لها عيناك ساحرتان، كيف هل عيناها سحرت قلبه وأطارت لبه وأفقدته توازنه وجعلته في حالة غير الحالة؟ لا، هو تعبير مجازي عن جمال عيني محبوبته. السحر التغيير، أن يري الساحر المسحور خلاف الحقيقة، أن يجعله في حالة خلاف الحالة التي هو عليها، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله وما هو بقول ساحر. هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إننا سنفصل الأمر في سحر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الحلقة. ما أريد أن أقوله، السحر التغيير، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الحبال معروفة، إذا ألقيت حبلا أو ألقيت عصا لن يتحرك، لكن الساحر لما فطر عليه من علم، وكان المصريون يعلمون كل علوم السحر، كبيرهم الذي علمهم السحر، يقول فرعون عن موسى، يخيل إليه من سحرهم، من تلبيسهم، من تمويههم، من خداعهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بيخليلك الحبل يجري، العصا تجري قدامك، هي لا تجري، والحبال ثابتة والعصي ثابتة لا تفارق أمكنتها، ولكن الساحر خيل لأعين الموجودين أنه
أنها تسعى، أنها تتحرك. يبقى السحر خلاف الحقيقة، أن يلبس الإنسان على آخر شيئا خلاف الحقيقة، الشعوذة. وقالوا عنها الشعبذة، هي خفة حركة اليد. عارفة في الموالد زمان، معرفش انت سنك قد ايه ولحقتيهم ولا لا، كان يقول لك الجماعة بتوع الثلاث ورقات ويعمل كده ويقول لك الصورة الشايب الستة ويكسب ناس كتير. ده نوع من الشعبذة، خفة اليد، يخبي في كمه حاجة معينة ويقول ده انا هعمل كذا وهطلع لك عصفورة، مش وهو حاطط حاجة في كمه ويطلعها. هذه الألعاب كانت يعني في الموالد والسيرك وما إلى ذلك، دي الشعبذة بمعنى خفة اليد. أيضا يغير الأمر، يعني هقول لك حاجة، الفوتوشوب والخدع الموجودة في السينما والدراما والتلفزيون، حاجات كتير بيجيلك إن واحد حبيبته توفيت، لكن المخرج يأتي في كاميرا خلفية ويظهر حبيبته قدامه، وبعد كده المشاهد شايف حبيبته، ده ازاي ده ماتت في الحلقة 7؟ ليه؟ هو عمل نوع من الخداع البصري وصور ان البطلة موجودة وهي توفاها الله، الله يرحمها من زمان، لكن هو خلى البطل يفكر في حبيبته فيظهر له سيرة حبيبته. دي شيء من الخدع، التمويه، موجودة في الأفلام العظيمة. يعني لما واحد يروح لافف حوالين برج إيفل أو الأفلام الأكشن القوية جدا وأفلام الرعب والمسائل دي كلها، بعدين فيها نوع من الشعبذة. هل احنا هنصدق ان في كائن بيتحول لجسد عزك الله اسد ووجه امرأة جميلة؟ ما دي شعبذة. يبقى السحر، الشعبذة، المسائل دي كلها خروج عن المألوف، تصوير لغير الحقيقة. الامر الثالث التنجيم. التنجيم من النجم، يعني يأخذ من النجم اشياء ستحدث في القادم، وهو أمران. يأخذ من النجم أن أمطارا غزيرة ستسقط يا سعادة الدكتور محمود، أي. أو أن السماء سيحدث بها كسوف، كل ذلك واضح جائز في علم الفلك. لكن يأخذ من النجم أن صابر سيطلق زوجته خديجة يوم كذا، لا، بنتوقف. لكن هيحصل ظواهر جوية، ظواهر جغرافية، ظواهر في الكون، ماشي لا بأس. أظن أني أفضت القول في التعريفات المختلفة للسحر. طب إيه الفرق ما بينهم بقى؟ تمام. السحر إما أنه شرعي ورقي، بمعنى أن يستعين الساحر بالشيطان الرجيم لضرر إنسان معين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تمام؟ تمام. هذا النوع الورقي الذي يستعين به فلان بعفركوش ولا الجن الفلاني عشان يطلق مراته عشان يتزوجها هو، ده كفر، ويأخذ حكم المرتد ويقتل. ده السحر الأسود. ده السحر يعني هو سحر ملون كثير يعني. طب النوع الثاني، السحر عن طريق مشروبات، عن طريق بعض العطور، بعض المواد الكيميائية تغير الحاجة، وهذا إفساد في الأرض وفسوق. هو لا يبلغ حد الشرك، حد الارتداد الأول، ولكنه يأتي في مرحلة ثانية بعده. لكن الشعوذة كما وضحت، وانت واضح انك فاهمة جدا، دي حركة ايد في موقف معين، لم يستعن بشياطين. التنجيم اعتماد على علم النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم. من هذه الانواع المندل، الفنجان، ده انت لو فاكرة افلام ماري منيب والكلام القديم، تقول لك استني هقرا لك الفنجان، مش كده ولا ايه؟ حتى المسلسل الاخير لو انت فاكرة اظن بتاع يسرى، كانت كل المسلسل مبني على قرايه الفنجان. انا ما بتابعش بس بشوف بعض اللقطات كده في واحنا قاعدين بنتغدى مع الولاد ولا نتعشى معي، دي قرايه الفنجان، المندل، القران يفتح على صفحه معينه ويلاقي ايه، كل هذا ما انزل الله به من سلطان.
ادي فرصه بقى لسعاده الدكتور محمود العالم الكبير. براحتك يا باشا. لا ازاي يا حبيبي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. عايزين نلمس صلب القضيه. القضيه بتقول ايه الفرق ما بين الفلك كعلم والدجل والشعوذه كما افاد دكتورنا العظيم الدكتور سيد، ووضح يعني ايه سحر ويعني ايه شعوذه ويعني ايه تنجيم. هنوصل للموضوع على طول ونقول ان المسؤول الديني لما بيجوا يشوفوا الهلال بتاع رمضان بيطلع علينا، ويمكن على لسان المفتي كمان، يقول ثبت فلكيا ان غدا اول ايام رمضان او اخر ايام شعبان. ما بيقولش فنجانيا، ما بيقولش وداعيا، ما بيقولش رمليا، ما بيقولش كفيا، ما بيقولش اي حاجه، بيقول فلكيا. فاحنا هنا لازم نقف بقى ونفرق ما بين الفلك كعلم يحترم، والأمر ربنا قال في حقه في القرآن وجعلناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وقال والشمس والقمر بحسبان، وكلمة بحسبان أي بدقة متناهية. وعلم الفلك كان بيدرس في الأزهر لغاية سنة 36، لما عملوا بقى كلية العلوم وكلية الهندسة و أخدوا المقررات وزعوها على الكليات وسابوا كلية الشريعة وكلية أصول الدين الحاجات اللي هي الخاصة بالشرع وبالدين. لكن علم الفلك كان موجود في الأزهر، وأعتقد أن أنت عندك فيديو بيقول الشيخ علي جمعة نفسه وهو بيقر ده، وقال كمان أن احنا ممكن أن نستدل من الماضي على المستقبل وهذا لا شيء فيه. وقال كمان أن الحركة دي، أن علم الفلك ده بيعتبر فرض كفاية. فطبعا الشيخ علي جمعة قيمة وقامة، والدكتور سيد معرفش رأيه ايه في ان علم الفلك كان بيدرس في الازهر ولا لا. فالفلك هنا علم يحترم، وهي اما تيجي تبص لها هتلاقي قوانين كونية ملهاش علاقة خالص بالدجل ولا بالشعوذة ولا بالناس. لما واحد يحصل له تأثير معين يقول له ده انت معمول لك عمل، ده انت في معمول لك سحر. الانسان في المكان بتاعه في حاجة اسمها طاقة المكان، ممكن يكون في طاقة كهرومغناطيسية أرضية بتأثر على الإنسان وعلى مود الإنسان. العلم كشف لنا على إن الطاقات دي مصورة دلوقتي، وأنا معايا برضو فيديوهات ممكن حضرتك تشوفيها، بس عايزين نسمع الدكتور علي جمعة برضو وهو بيأصل إن علم الفلك علم محترم وكان بيدرس في الأزهر لغاية سنة 36. عبال ما يجهزوا الفيديو عايز اضيف لك كمان ان الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصريه الف كتاب عن علم الفلك، وقال في ايه؟ ان كل ما يحدث على الارض وللارض وللانسان حتى الجنين في بطن امه من سلوك وانفعال انما يرجع لحركه الكواكب باذن الله، لان ربنا هو رب الكون، هو اللي خلق الكواكب وخلق تاثيرها على الناس، وهو اللي خلق الناس. فازاي بقى يعني يبقى خالق الكواكب والتأثير مش بتاعه؟ كمان برضو معاكي حاجة للدكتور العلامة الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه رحمة الله عليه، بيقول ان لولا الشمس لما كانت الحياة على وجه الأرض. الشمس لها تأثير، الشمس لولا اتحاد أشعة الشمس مع مادة الكلوروفيل اللي في النبات ما كانش النبات يصنع غذائه بنفسه، وما كانش الحيوان يتغذى على النبات، وما كانش الإنسان يتغذى على الحيوان وعلى النبات. طب ده الأكل، نرجع تاني نلاقي الشمس بتضرب بأشعتها في المياه والبحار والمحيطات، تتبخر المية ثم تتكثف فينزل المطر، ونرجع للآية اللي بتقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى الكواكب لها تأثير؟ لها تأثير في المأكل وفي المشرب، وكمان في النفس. أنا ممكن أتحمل الجوع شوية، ممكن أتحمل العطش شوية، لكن النفس، إيه النفس؟ المصدر الرئيسي على وجه الكرة الأرضية وهو الأكسجين. هو الفيديو بتاع الدكتور مصطفى محمود جاهز؟ طب يا ريت نسمعه. نتفرج عليه. ثم لاحظوا أيضاً إن في فترات نشاط الكلف الشمسي بتحصل هنا على الأرض زوابع وأعاصير واضطرابات في الطقس، واضطرابات عقلية عند الناس، يعني تزيد حالات الجنون والهستيريا والتوتر النفسي. ودايما الحروب بتحصل في فترات نشاط الكلف الشمسي. الانفجارات الشمسية هي عبارة عن طاقة مغناطيسية هائلة
بتطلع من الشمس. الانفجارات الشمسية دي لما بتحصل قلنا بيصاحبها شلالات ورياح شمسية عبارة عن شلالات من الإلكترونات، لما بتوصل الأرض بتقطع خطوط الاتصال السلكية والتلفزيونية والتليكس يعطل، وفي نفس الوقت بتعمل زوابع وأعاصير واضطرابات في عقول الناس. وعشان كده أصبح رصد وتتبع البقع الشمسية والكلف مسألة مهمة جدا. الشمس في الكسوف يبدو منها التاج والهالة. معانا المستشار أحمد عزت. ألو. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا فندم؟ نورتنا والله. النهارده حلقتنا عن السحر والدجل والشعوذه. تمام سعاد. كنا عايزين نسال حضرتك ايه هي عقوبه السحره والمشعوذين والدجالين من الناحيه القانونيه؟ حضرتك، هو في الحقيقه القانون المصري واغلب القوانين الدوليه لم تنص على اي عقوبه خاصه بالشعوذه والسحر والدجالين، انما نستطيع ندرجها ضمن قضايا النصب ضمن نص الماده 336 من قانون العقوبات، على اساس ان الهدف منها اللي هو النصب والاحتيال على المواطنين وعلى المحتاجين او المتضررين في حياتهم وايهامهم بوجود حلول ليس لها اساس من الصحه، لا من الناحيه حتى الشرعيه او الناحيه الحقيقيه او القانونيه. فنقدر نقول ان احنا الماده 336 من قانون العقوبات تندرج تحت بنودها جرائم الشعوذه والدجالين، ولكن اصبح برضو القانون المصري حاليا حتى في مجلس النواب الحالي بدا يناقشوا الفكره انهم يحددوا ويخصصوا قانون خاص للقضاء على اضرار الشعوذه والدجالين. انما نقدر نقول انه الماده 336 وعقوبتها التي لا تقل عن 3 سنوات مع الشغل النفاذ، وده الحد الاقصى للعقوبه، نقدر نقول ان هي دي اللي ممكن توصلنا لحل مبدئي للوصول للحل الجذري الخاص ب جريمه الشعوذه والدجالين. حتى اخيره برضو لازم نفرق ما بين الرقية الشرعية اللي بيطلبها الإنسان العادي من أي شيخ أو أي عالم ديني جليل، وما بين النصب بإيهام الناس بوجود علاج للشعوذة وعن طريق أمور ليس لها أساس لا من الصحة من الناحية القانونية ولا حتى من الناحية الشرعية. تمام يا سيادة المستشار. طب دلوقتي لو واحد راح لدجال واتأذى عنده، يعني ايه حصلت حاله وفاه او عمل له عاهه مستديمه، القانون بقى بيعاقبه ازاي سواء كان الدجال او اللي راح له؟ بصي حضرتك، القانون هنا بيفرق في حالتين او شرطين لابد من وجودهم لعقاب الدجال او القائم بالسحر. اول شرط ان يكون هناك ضرر او سبب مباشر للوفاه أو سبب مباشر للإعاقة من قبل الدجال أو من قبل الساحر، تسبب في الوفاة أو تسبب في الإعاقة أو الإصابة للمتضرر. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني والأهم أن يقوم المتضرر بشكاية وتقديم محضر رسمي ضد الدجال، وليس بصفته دجال، بصفته نصاب، بصفته بائع أوهام، وأنه يقوم وأنه يوهم المواطن أو المتضرر بوجود أعمال سحرية أو شعوذة هتفيده في المشكلة اللي عنده. فإذا تواجد الشرطان دول، الشرط الأولاني وجود علاقة سببية مباشرة ما بين الوفاة وما بين الضرر أو العمل القائم به الساحر أو الدجال، وثاني سبب وثاني شرط وهو الأهم أن يقوم المتضرر بتقديم شكوى ضد الدجال. متشكرة قوي يا أستاذ أحمد عزت المستشار القانوني، نورتنا والله، اتبسطنا بيك جدا. أيوة بس أنا ليا تعقيب بقى على الكلام ده.
يعني مهما كان القانون، حتى لو زي ما الأستاذ تفضل وقال إن القانون بتاع مجلس الشعب يتفعل واتحط، المشكلة إن اللي بيضحك عليه في الأمور اللي زي ديت ما بيجرؤش إنه يحرر محضر، بالظبط، ومن هنا بيبقى باب لعدم معالجة الموضوع. طب ما احنا نفهم الناس الفرق بين العلم والدجل والشعوذة ونوعيهم، وده هيكون أفرص من القانون نفسه. ما ده موضوع حلقتنا ده، احنا النهارده بقى بنتكلم في قوانين كونية. ليه الناس ما تعرفش القوانين الكونية؟ ليه الناس ما يبقاش عندها ثقافة فلكية؟ ليه ما يبقاش عارفين الإشارة اللي في القرآن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وغاسق يعني القمر، وإذا وقب يعني إذا اختفى، وده فلكيا وقت المحاق. ربنا بيقول لك الوقت ده في الشر بيستعين بيا. ما نوعي الناس ونفهم الناس إن إشارات موجودة في القرآن ومش بفلوس، فقط نفهم إزاي نتعامل مع الكون، إزاي نتعامل مع المكان وطاقة المكان، إزاي نتعامل مع اسمنا وطاقة اسمنا. ما هي الأسماء برضو، في أسماء نحس وفي أسماء سعد. طب ما أنا أفهم ده ولا أدي وداني لمشعوذ، ولا أرجئ أو أخلي الخلل اللي موجود عندي في العصبية أو مشكلة عندي في البيت أو مع أخويا أو مع أي حد أوديها لحد عامل لي سحر وحد عامل لي عمل. هتشدد العقوبة، محدش هيجيلك، مفيش ضحية، قليل قلة قليلة اللي يقولك أنا اتضحك عليا و إلى آخره. وبعدين النصب موجود حتى في عند المحامين، وعن ما هو المحامي مش ممكن ينصب، هو المحامي مش ممكن يبيع موكله، صح، اهل القانون مثلا في كل المجالات، في الدكاتره مش في. شكرا دكتور محمود. كلمه اخيره للدكتور سيد. كلمه اخيره، عندما ذكر الدكتور مصطفى محمود في الفيديو الرائع الذي استدل به الدكتور محمود الشامي الرائع ايضا على ان بيحصل حاجات في عقول الناس في أثناء بعض الفترات، أنا مقر بذلك تمام. أنا أقول من الذي سيتنبأ أن في حادثة طلاق هتحصل فيروح يحذر منها فما تحصلش؟ لا شك إن حتى محمود بيه مرة قال لي في حديث خاص وهو صديق إن المخالفة في بريطانيا أو في دولة ما بتتخفض في وقت معين، وقت اكتمال الأمر، وقت بدل. اكتمال الأمر أنا معاك تماما جدا، لكن انا مش بتكلم في النقطة دي بالذات، انا بتكلم ان واحد يروح مصطاد يعني شايف واحدة ويقول لها خلي بالك جوزك هيطلقك. اصل الناس المجتمع بيدمج الفلك مع الدجل والشعوذة. الله يفتح عليك. فاللي احنا عايزين نقول ده حاجة، التأثيرات الكونية حاجة والدجل والشعوذة حاجة تانية. اللي كنت عايز اقوله محمود بعد اذن معاليك، يعني برضو ان في فرق بين العام، ان في حالة عامة اثناء اكتمال القمر ده كلام مسلم به طبعا، وقت المحاق، وقت المحاق مسلم به، في طاقة غير مرئية جدا. انا بتكلم عن السلوك الفردي احنا ليانا ان في الوقت ده هتحصل لي كذا. طب فرضا انا عرفت ان في لا قدر الله مصيبة هتحصل، ده هتودينا القضية فلسفية عميقة، هل الانسان مسير ولا مخير؟ ده من الاولى أن نسكت. احنا زي ما محمود بيه في حاجات علمية لا نستطيع أن نجادل فيها، لكن في حاجات ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. بصراحة أنا مبسوطة جدا بحضرتك، بس كنت عايز كلمة وبالعلم، استفدت كتير من حضرتك دكتور محمود. طبعا مبسوطة جدا بحضرتك، نورتنا والله دكتور سيد. ثانية، أنا لست مجادلا الان للدكتور محمود، انا عايز اقول اشتغل على الطاقه المرئيه، اشتغل على علوم المستقبليات، اشتغل، صح. لكن ما نقولش ان فلان هينقذ فلانه من الطلاق، ده انا لو قلت له ان في كلام على الطلاق احنا بنغسل ايدينا من الدجالين. الكلام مش هيخلص، بس للاسف الحلقه خلصت، وقت البرنامج خلص. شكرا سعاده مصطفين جدا، شرفتونا وشرفت البرنامج، والله احنا استفدنا منكم كتير. كتاب الطاقات غير المرئيه هديه لحضرتك. مرسي جدا، مرسي جدا، مفيش كتاب زيه في الوطن مرسي العربي. مرسي جدا. والى الان الحلقه للاسف خلصت، وان شاء الله الى اللقاء في حلقه قادمه يوم الاحد وموضوع جديد وضيوف جديد، والى اللقاء.